فإذا صلى المسافر خلف المقيم، هل يجوز له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفردا أو بجماعة؟ رخصة الجمع غير رخصة القصر، فللجمع أسباب غير السفر. فلو لم يقصر المسافر لأنه اقتدى بإمام متم، جاز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ما دام مسافرا أو له عذر آخر. والجمع إما أن يكون جماعة أو منفردا مع مراعاة الأحكام في ذلك، والله أعلم.